السلام عليكم، تحية طيبة للإخوان والأخوات متتبعين قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. كنتمنى من الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، وكنبغي نشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم لهذه القناة المتواضعة. بارك الله فيكم، وراكم عزاز وغالين ما شاء الله عليكم. ها انتم شحال باس للغنم، ها الماكله هي موجوده هنايا. عير ما شافتش الكلاب صافي وخرجت للحاشيه. الكلاب راهما مضلين ليها في الظل، هي خرجت للحاشيه. الماكله موجوده، خير موجود، ولكن هي كتقلب على شي حاجه اللي ما كايناش. هادي عطشانة، هي كتقلب على الماء، كتشرب من واحد الغوير. اي قاعد ليه، هادي بغات تركب على البيكالا كاع. وركبي ركبي، راني جبت معايا البشكليط اليوم، على حساب كنخلي الطوموبيل بعيدة شوية يا باش نمشي نوصل الغلم ونرجع على البشكليط للطوموبيل، باش ما نضربش تمارة على جوج مرات. لاباس اخويتي، تبارك الله. كي توي اسمعوني نهضر وتقعدوا. رويو اي بلاك، تعلمت ايه تدوي؟ هي كتولد سبحان الله العظيم. الغنم حتى هي فيها، راكم عارفين الناس اصحاب الماشيه، الغنم عيافه، كاين اللي كتلحق كطيح كتولد في البلاصه، وكاين اللي لا كتجي تشم وترجع تعاود عاوتاني تجي تشم وترجع. وهذيك اللي كتجي تشم وترجع وتشم وترجع كتكون ضعيفه، والنعجه اللي عير كتلحق كتولد في البلاصه، هذيك النعجه كتكون مليحه تبارك الله، كتكون ما كتعيف حتى حاجه، كتاكل كل شيء، تاكل الربيع ما تاكلش غير اش ربيع اللي كيكون فيه الشوك بحال هكا مع الغنم شبعانه. الغنم دابا شبعانه، مني كتكون شبعانه ما كتاكلش هذا الربيع، هذا هو هذا الربيع هذا فيه الشوك ما كتاكلوش، ولكن مني كتكون جيعانه كتاكلو. هنايا مني كتكون الغنم جيعانه في الصيف كتاكل هذا الشوك هذا، ولكن دابا ما كتاكلوش ما تقيسوش. وسبحان الله العظيم كاينين شي نعاج اللي واخا شبعانين كياكلوا هذا الشوك، عزيز عليهم كيبقاو ياكلوا فيه بشويه بشويه ما شاء الله. ما هي عندها الهات حرش، عندها الهات ديالها والنساء الحرشين سبحان الله. دابا مني وردات راها كتبان مزيانه كتورد، مني كتكون عطشانه كتكون حتى كتكون خاويه، حتى الخوه كتكون خاويه، كتكون الكرش ديالها خاويه سبحان الله العظيم. النعاج قداش هنايا تبارك الله، هاد النعاج هادو اكثريه كيولدوا جوج، كاينين بعض البعضينات كيولدوا ثلاثه، ولكن انايا نعزل من الاحسن يولدوا عير جوج، واللي كتولد الولده الاولى تولد عير واحد على حساب كتكون باقا ما عارفاش مولات الولده الاولى، باش يلاه باش يلاه تهلا في هذاك الوليد اللي عندها وتكبره. واللي كتكون كبيره عندها عامين والفوق تولد جوج عادي، تكبرهم بجوج وكتكون مولفه. النعجه واعره غير الولده الاولى، وكاينه اللي الولده الاولى سبحان الله وكتموت على ولدها كتشدو في البلاصه، وكاينه اللي كتولدو سبحان الله العظيم وكتهرب عليه ما كتبغيش تشدو. هذيك الساعة كنشدها أنايا وكنديرها في واحد ربعة الحديدات، كنسد عليها وكنخلي معها ولدها وندير لها الما تمايا والماكلة حتى تولفها. كاين اللي من الأول كتشدو ما شاء الله، فيهم شوية تعب بالنسبة مني كيكونوا يولدوا فيهم شوية تعب، ولكن ما شاء الله راه طايحة على الساقية، راه الساقية طويلة راه ماشية تا لهي. كاين اللي كتدخل واسط الماء وكتبقى تولد عادي، وكاين اللي بقى كتبقى والو تهبط على راسها وتبقى باغا تورد وما باغاش تورد. دابا بحال هادي سي بحال هادي مزيانه كيما كتلحق كتورد في البلاصه، وكاين اللي كتجي تبقى تشم في الماء. هذا الكرانخه هادي، هذاك الكوري
كان فيه البقر سبحان الله العظيم، ودابا ما بقاش فيه البقر، ما عرفت واش باعوا ولا والله العظيم كنعرفوا انا مولاد البقر هذا، وبقره ما بقاتش عنده، كانت عنده شي 800 بقره ولا. دابا الكرانخا دابا هذا الكوري هذا خوا، ولكن واخا نبغيو لينا فريد زعما انا تكون عندي الفكره باش نكري هذا الكوري هذا على حسب الغلم، ولكن دابا واخا نكري هذا الكوري هذا، هاد الارض هذه كامله شادها هذا اللي خدام معاه انايا، راه هو الكوري ليه الكوري ديالنا. دابا الا بغيتي تكري هاد الكوري على حسب الغلم خاصك الارض فين تخرج الغلم تاكل. الا كريتو دابا بحال هاد الكوري هذا خاصك تجيب الغلم وتخليها عير لداخل، تسري لها الماكله وكل شيء لداخل وتخرج لك تطلع لك غاليه شويه. ما شاء الله. دابا على حسب الماكله موجوده هنايا الكوري، بحال هاد الكوري دابا كون كانت الارض مقسمه على حساب هاد الكوري ديال الغلم يعطيه النص ويعطيك انت النص، يخدم مزيان، دير فيه واحد 500 نعجه ولا يخدم مزيان. هذا راه ديال البقر هذا تبارك الله قداش ولا كبير، هذا واحد شويه غادي يحشوه كتجي واحد الماكينه كتدقو صافي وكيديو البقر على حساب البقر الحلاب. راه كاين واحد الكوري اخر لهي ديال البقر هذا، ما عرفتش انا علاش واش باع البقر واش دار فايت واش اي مشاو لواحد الزيتونات. اويي ريو اندالو ريو شري مشاو ليا لواحد الزيتونات تمايا، الجو زوين سبحان الله العظيم. يا زيدي وردي زيدي راني مدوزه من حدا لوطوروت، هما دايرين الشبكه هنايا السلك، الشمس راها سيره كتروح. دابا راني غادي نديها لواحد البلاد ديال الخرشوفه تبات فيها ان شاء الله. ها هي جايه مصافه، كاميويات راهم كيدوزوا من هنا بزاف من هاد الطريق هادي على حساب هاد الطريق دوازه ما بين سراغوسا وبرشلونه سان سيباستيان نافارا. ايه فين هو الباب؟ هذا هو الباب. سكوت سكوت سكوت، هو السي عبد الحق يصيف في المايه الشبكه. با با تبارك الله ما شاء الله. شحال من واحد كيسقسيني قال لي عندك الغلم غليظه تبارك الله، والله الا ما شاء الله مني دخلت عندهم اول مره كانت عندهم الغلم ضعيفه بزاف، ولكن سبحان الله العظيم هذه الماشيه هذه كتمشى مع الانسان حتى هي، الماشيه كتمشى مع الانسان. ماشي هادو هما الاولين اللي خدمت عندهم انا دابا وتحسنات عندهم الغنم. نتمنى من الله يرزقني ويرزق جميع المسلمين ندير الغنم حره ديالي ان شاء الله بحول الله. علاش كتصدق على ايدي سبحان الله العظيم، وانما الاعمال بالنيه غير حسن النيه راه الغنم كتصدق. بنادم تكون مهلي في الغنم عاطيها وقتها ومهلي فيها الماكله ديالها الشراب ديالها راها تصلح. والله الا الحمد لله الغنم مزيانه تبارك الله ما شاء الله. هاد الغنم هذه كتمشى على القلب ديال الانسان. راه الكليبين ديالي فين جلسوا صمتوا تمايا. بيناك الريو بين بيناك ياكي زيد صافي هنا غادي تبات ان شاء الله. ها لوطوروت هادي الغنم ديالي ماشي ديال السي عبد الحق، هادي الغنم ديالي غتبات هنا ان شاء الله بحول الله حتى الغدا.